هو من الطبيعي انه يفترض انه سابقا من سنوات انه يستقيل باعتبار انه صحته ما بتساعده على هاي الامور. هذا شيء يفترض. واي زعيم عربي عنا، اي زعيم كنت تعني او تعرف ماذا ساقول عن من يفترض فيه لما يوصل السن 70 و80 سنة، يفترض فيه انه يترك الموقع لشباب من جديد يبدو ينشلوا هذه الوضع اللي احنا فيه، الوضع السيء اللي احنا فيه. نتأمل من الله ان يكون في هذه الاشياء تكون لصالح الجزائر والأمة العربية، لان وضعنا احنا كأمة عربية الان شيء يعني مخزي ومؤسف بنفس الوقت. نسأل الله انه الوضع يتحسن وتصير الامور افضل للامام ان شاء الله. ما حدث في الجزائر بشكل عام كان عبارة عن ثورة وعي، لم يكن شبيه بأي من الثورات السابقة، هو حالة هضمت جميع ما حدث في الربيع العربي، تعلمت منه وأدركت كيفية تجاوز العقبات التي واجهت الثورات السابقة. فهذا الشيء اكتشفناه أو رأيناه جليا وواضحا في موقف حقيقي حدث حين حاول بوتفليقة الالتفاف على إرادة الشعب الجزائري في قضية تأجيل الانتخابات، لكن كان رد الفعل سريع وكان واضح وكان قاطع بأنه نحن مستمرون. فهذا بحد ذاته كان نجاح أول قبل ما حدث الآن يعني مع بوتفليقة. وقوف الأمن إلى جوار الشعب أيضا هي من الأشياء التي لم تحدث في الثورات السابقة، والسلمية التامة للثورة أيضا كان شيء يستحق الوقوف أمامه. اللي بيستثمروا من ناس معهم فائض مش مضطرين. بدأت حالة جديدة في الجزائر الآن. أعتقد أن ما جرى هو نتاج لتأخر في اتخاذ قرارات، ثانيا وهو الأهم هو تعرية منظومة حقيقة هي التي كانت تحكم فعليا وتضع بوتفليقة في الواجهة، وبالتالي هذا قد يقودنا في المرحلة القادمة إلى نوع من أنواع تصفية الحسابات في الداخل الجزائري، والتي قد يكون لها انعكاسات أيضا على الاستقرار السياسي. ومن جهة أخرى تعلم تماما أن الوضع الأمني وسهولة اختراق المنظومة المجتمعية في حالة عدم الاستقرار من قبل الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية، وبالتالي يمكن أن نتحدث أو نخشى أيضا من نوع من أنواع الانعكاسات الأمنية على الداخل الجزائري. إنه الناس تخلص من الضغط تصير تشتري لها شقة في عمان أو كذا تقعد وأنت. أنا أتحدث عن موجة تغيير جديدة في العالم العربي تبدأ اليوم في السودان، تبدأ في الجزائر. التغيير وشكل التغيير في الجزائر سيكون له انعكاسات على دول شمال إفريقيا، وسيكون بلا شك يعني بداية لتحرك جديد بأن يكون جزء من النظام السياسي هو الذي يقوم بعملية التغيير، وعنوانها مكافحة الفساد والإطاحة برموزه. وهذا إذا ما قارناه في موضوع الاحتجاجات في معظم العالم العربي كانت هتافاتها الأساسية تطالب بمكافحة الفساد، وكان الفساد مقتل وسبب انهيار صور الحكام عادة. وبالتالي عندما يظهر طرف من النظام السياسي ليقوم بهذه المهمة، فباعتقادي أننا نتحدث عن موجة تغيير يكون جزء من المنظومة السياسية لاعب أساسي في إنجازها. بالما يقدمه لك يعني لا في حواليك أماكن سياحية، لا في شوارع تمشي فيها، ما في يعني بالبناء هو أحد معالم. النظرة الحالمة كانت لموضوع التغيير السريع هي السبب في نوع من في نشر الإحباط الحالي، لأن قوى الشد المقاومة للتغيير هي أقوى وأكثر تجذرا في الأنظمة السياسية نظرا لسيطرتها على الحكم لسنوات طويلة. لكن عندما نتحدث على المشهد بشكل عام، التغيير يحتاج إلى سنوات طويلة، هناك ثمن ستدفعه الشعوب بلا شك، لكن في النهاية مجرد البداية في موضوع كسر صورة الحاكم المقدسة هو بداية للتغيير، حتى لو طال عبر الحساب الزمني، لكن فعليا هو أساس التغيير. وأعتقد أن العالم العربي دخل في هذه المنظومة بغض النظر عن النتائج التي حدثت سابقا، لكن هذه النتائج تسمى دروس يستفاد منها ولا تغير الحقيقة على أرض الواقع. فهذه الحكام الفاقدين للشرعية فعليا
هم اليوم يعني يعدوا فقط أيام، لأننا نتحدث عن تغيير بدأ حقيقي في صورتهم، في ذهنية شعوبهم، وبالتالي لا يمكن لحاكم سقطت صورته في ذهن شعبه أن يبقى على الحكم.